ساعات بيبقى صعب ان الواحد يتكلم في موضوع معين، غالبا لانه مش لاقي حاجه يقولها، لكن الكلام عن ابونا بشوي برضه صعب، بس لان اللي ممكن يتقال عن ابونا بشوي كتير قوي، فنقول ايه ونسيب ايه. وانا بقول كده رغم ان انا يعني اتصالي بابونا بشوي كان محدود بالنسبة لناس عاشوا معاه فترات أطول وخدموا معاه خدمة أكتر. أنا عرفت أبونا بشوي لما جه هنا سنة 69 في نوفمبر، وربنا إداني نعمة إني أكون قريب منه من نوفمبر 69 لغاية لما ساب لوس أنجلوس في أغسطس 70، لما جه أبونا تدرس واستلم الخدمة منه. وساعات أتذكر الأيام دي شوية شهور صغيرين وأحس إنها كانت سبب بركة، لأن أبونا بشوي طاقة وموهبة وشخصية فيها تكامل وفيها صفات لو الواحد قاعد بس يتذكرها ممكن يلاقي انها منبع لا ينضب، منبع لا يجف للخيرات اللي الواحد ممكن يحتاج لها في الخدمة بتاعته. يعني انا هقول على قد ما اقدر كده شوية حاجات حاولت اختارها من وسط زي ما بقول لكم الحاجات الكتيرة قوي اللي الواحد يشوفها في شخصية أبونا بشوي كامل. أول حاجة عايز أقولها في شخصية أبونا بشوي، وإحنا كلنا يمكن أو كتير مننا بيفتقدها، إنه كان عنده تكامل. يعني أنت ممكن، وحتى سيدنا ذكر الحكاية، ممكن تلاقي قديس مشهور بفضيلة معينة هي دي اللي متميز بيها، وقديس تاني مشكور بفضيلة تانية، لكن الواحد لما بيتذكر أيام أبونا بشوي كامل، إيه الفضيلة اللي ما كانتش عنده؟ مفيش. في كل مناسبة كان أبونا بشوي بيتصرف بتظهر عنده فضيلة من الفضائل اللي إحنا بنسمع عنها واللي إحنا بنتمنى إنها تكون موجودة في حياتنا. كان تقي جدا، التقوى في حياته أبونا بشوي كانت واضحة في كل تصرف من تصرفاته، إنسان تقي، كان عالم. ما افتكرش إن إحنا في مرة من المرات ملينا وإحنا بنسمعه بيوعظ مثلا، لأنه غزير العلم وبيتكلم عن حاجات هو عارفها وعايشها، ودي حياة التقوى، إنه عايش الديانة بتاعته مش معلومات ولكن حياة بيمارسها كل يوم. الغيرة، الغيرة على الكنيسة، الغيرة على الإيمان، كان الموضوع واضح جدا في أبونا بشوي، واضح في خدمته وواضح في دفاعه عن الإيمان السليم اللي فينا، أرى النبذات الكثيرة اللي كان بيطلعها في مصر، اللي فينا شاف المواقف الكثيرة اللي وقفها ضد الناس اللي كانوا بيحاربوا الإيمان بتاعنا سواء من ديانات أخرى أو حتى من طوائف أخرى. كان عنده غيرة على الإيمان بتاعنا واضحة جدا جدا في شخصية أبونا بشوي، وكمان غيرة على النفوس زي ما سيدنا ذكر، النفس، الفرد، الفرد. المثل اللي قاله سيد المسيح الراعي الصالح مش كفايان، ان عنده 99 خروف ما ضلوش مش كفايه. يعني بتقييم الامور زي النهارده يعني دخل 99%، لا مش كفايه، اقل من 100% ما ينفعش. فيسيب ال 99 في الحظيره يطمئن عليهم ويروح يجيب ال 1% اللي ضل،
لأنه لا يقبل أنه يكون أقل من 1%. تمتع بنجاح في خدمته وشعبية كانت ممكن تخليه ما يلتفتش لنفس تحت في وسط الزحمة دي ويقول كفاية اللي عندي في الكنيسة وكفاية اللي أنا كسبتهم للمسيح. يعني جت من واحد ولا واحدة ضلت كفاية. عمر أبونا بشوي معاش من روح دي. ولكن الغيرة على قيمة النفس البشرية اللي المسيح مات من أجلها كانت صفة من صفات أبونا بشوي كامل. الالتزام. لما أتكلم على أبونا بشوي كامل الإنسان الملتزم خد مسؤولية معينة يعني لازم يحط فيها كل قدرته كل طاقته كل جهده ملتزم بيها. قصة من القصص اللي عنها أبونا بشوي لما جه هنا في وقت من الأوقات بطل يفتح الجوابات اللي جاية له من اسكندرية وبعدين نتكلم معاه فقال لي يا ابونا قال ما اصل بتشدني باسكندريه وانا دلوقتي ربنا مكلفني بخدمه هنا في لوس انجلوس. ما هو لو شاب في اسكندريه تعبان وبعت لي جواب يحكي لي فيه همومه انا مش قادر اعمل له حاجه وانا هنا ودي بتشغلني لما بنفعل معاه بتشغلني عن اللي هنا اللي ربنا النهارده كلفني بيه. فانا قلت هركن الجوابات مش هفتحها لاني مش هقدر اعمل حاجه عشان اركز في خدمتي. انا انسان ملتزم رغم انه كان في فكره انه هيرجع تاني لهناك لكن في الفتره دي ربنا اداه المسؤوليه دي يبقى لازم يحط كل قدرته وكل طاقته عشان الخدمه دي ما يشتتش نفسه في حاجات ممكن تعطل عن الخدمه بتاعته. اكلمك عن التواضع بتاع ابونا بشوي هي ليش حد فينا من العصرور ما شافش مثل نموذج للاتضاع الحقيقي مش الاتضاع المفتعل اللي احنا مع الاسف لما بنتعلم عن فضيله الاتضاع في العظات او في الكلام او في الدروس بنعرف ازاي ناخد شكل الاتضاع لكن تخش جوه يمكن ما تلاقيش اتضاع حقيقي في الداخل. لكن ابونا بشوي كان انسان متضع بالحقيقه. مره من المرات رجعت المكان اللي كان ساكن فيه فلقيته قاعد تحت عربيه بيغير فرده الكاوتش بتاعها. فجريت عليه ايه قلنا طب واحنا بنعمل ايه؟ كنا شبان صغيرين حواليه كلنا نخدمه بعينينا يعني. فقال لي ايه في ايه؟ قلت له قلنا انت اللي توطي بنفسك تفك الكاوتش عشان تغيرها ازاي؟ قال لي طب وفيها ايه؟ انا مش فاهم. طب ايه الغلط يعني في كده؟ بتلقائيه. انسان مش شايف نفسه اكبر من انه يعمل ابسط الاعمال زي اي واحد مع انه كان في قدرته يكلف اي حد من شباب الكنيسه هنا انهم يقوموا بالخدمات اللي مش مفروض هو كاب وكاهن ينزل لها ولكن التلقائيه بتاعته تبين الروح المتضعه اللي ما تستقبلش على نفسها انها تعمل ابسط الاعمال. صدقوني لما حصل الموقف ده على طول في مخي على طول الصوره كانت بتاع السيد المسيح وهو بيخسر رجلين التلاميذ. السيد المسيح وهو بيخسر رجلين التلاميذ. الاتضاع العظيم بتاع ابونا بشوي. ابونا بشوي كان في تكامل حتى في المفاهيم الكنسية بتاعته. مع الأسف ساعات الحكاية دي عند بعض الخدام ما بتكونش موجودة. يعني في تلاقي واحد مهتم قوي قوي بالألحان لكن مثلا ما يهموش كتير جانب آخر. واحد مهتم بجانب معين وهي دي بيركز فيها خدمته كله الجانب التاني مش واخد الحق بتاعه. لكن أبونا بشوي كان عنده تكامل في المفاهيم بتاعته وفي الاهتمام أحد الفضائل اللي كانت في أبونا بشوي كامل اللي لغاية النهاردة الواحد بيتساءل إزاي قدر يعمل كده. قدرته على مخاطبة كل الناس بكل الليفلز.
طفل صغير زي القصة اللي حكاها سيدنا دي يتخاطب معاه على قد مفهومه ويريحه. والراجل الكبير والإنسان الروحاني والإنسان اللي لسه ما يعرفش سكة ربنا فيه بيخاطب كل النفوس ويقدر يتفاهم مع كل النفوس ويوصل لكل نفس ويتكلم معاها على المستوى بتاعها. بس يعني دي يمكن مش صعبة قوي. الصعب قوي انه بيخاطب كل دول مجتمعين. يعني مثلا في عظم العظات لما الواحد يبص على الكنيسة كده فيها شيوخ وفيها شباب وفيها اطفال فيها ستات وفيها رجالة فيها ناس متقدمين في حياتهم الروحية وفيها ناس لسه مبتدئة في حياتها الروحية فيها شباب وفيها متجوزين فيها ناس حزانة وفيها ناس فرحانة كلهم قاعدين في الكنيسة. طب انا هقول كلمة اقولها لمين في دول؟ عند ابونا بشوي ما كانش فيه مشكلة لان الكلمة بتاعته نفس الكلمة بيخاطب بيها اللي قاعدين في الكنيسة وكل واحد في اللي قاعدين على اختلاف انواعهم وعمرهم وظروفهم كل واحد بيستفيد من الكلمة اللي بيقولها ابونا بشوي. ايه تاني؟ ازاي كان وهو واقف يتكلم كل نفس في الكنيسة مشدودة ليه وكل واحد بيخرج مستفيد رغم ان احنا كلنا كنا من ظروف مختلفة ومن اعمار مختلفة ومن طباع مختلفة ومن مستويات مختلفة ولكن ابونا بشوي يقول الكلمة توصل لكل نفس مع كل هذه الاختلافات. تاني لما ببص على المنظر بتاع ابونا بشوي هو بيتكلم كده بقول الله طب ما هي دي نعمة من النعم بتاع الروح القدس. مش كان بطرس الرسول لما اتكلم ولا الرسل لما اتكلموا في وقت حلول الروح القدس كان كل واحد من اللي قاعدين بيسمعهم يتكلموا ايه؟ لغته الطفل غير لغة الشيخ، لغة المرأة غير لغة الرجل، لغة المريض غير السليم، لغة الحزين غير الفرحان. وكان ابونا بشوي بيقف يتكلم وكان كل واحد في الكنيسة بيسمع لغته ويخرج متعلم ومستفيد. ده ابونا بشوي اللي انا عرفته، اللي الكلام عنه يطول بس الوقت هو اللي ما يقضيش. ربنا يدينا بركته ويدينا نعمة، مش ان احنا نكرمه او عقمه فاكرين احنا بنكرم ابونا بشوي، لان الكرامة اللي هو فيها الكرامة السماوية اللي ربنا ادهاله تغني عن اي كرامة ممكن البشر اللي زينا اللي لسه عايشين على الارض يقدمها لابونا بشوي. لكن احنا جايين بنقول له يا ابونا بشوي اذكرنا امام المذبح زي ما كنت بتذكرنا وانت في الجسد على المذبح باستمرار، اذكرنا امام المذبح السماوي عشان ربنا يعيننا ونكمل جهدنا احنا كمان ونقتدي بيك ونتعلم منك.